السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا تمام وبخير. النهاردة ان شاء الله رجعنا ليكم، وزي ما تعودنا دايما مع كل ما هو جديد ومفيد في مجال الربح المجاني من الانترنت وتحديدا العملات الرقمية. رجعنا لكم النهاردة بإير دروب جديد لمنصة تداول هيتم انطلاقها في شهر 11 القادم إن شاء الله. المنصة عاملة إير دروب للعملة الخاصة بيها، تقدر تستفيد من الإير دروب ده وتكسب من الموقع 30 قطعة بمجرد تسجيلك في الموقع. العملة حاليا يعني في فترة البيع تقريبا سعرها 8 سنت، ولو جينا كده يعني نزلنا كده بالأسفل هتلاقي ان خطة الطريق الخاصة بالعملة بتبدأ من 8 سنت، وبيقول لك انها لما توصل ليوم 14 نوفمبر 2018 هتوصل العملة ل 50 سنت. يعني تخيل حضرتك انت كسبت 30 قطعة من العملة اضافوا لحسابك، يوم 14 نوفمبر ان شاء الله هتلاقي العملة وصلت زي ما الموقع بيقول لك ل 50 سنت، وممكن لما تنزل المنصات يوصل سعرها لأكتر من كده بكتير. مش هطول على حضرتك، كل اللي على حضرتك انك هتلاقي الرابط اسفل الفيديو، هتيجي تدخل على اللينك هتلاقي اللينك قدامك بالشكل ده. هتكتب هنا الاسم الاول وهنا اسم اخر كمان، وهنا بتكتب الايميل ادرس الخاص بيك، وهنا بتحدد الدولة اللي انت موجود فيها ايا كانت، وهنا بتكتب رقم الهاتف الخاص بيك، وهنا بتكتب الباسورد، وهنا الباسورد، وهنا ده كود احالة اجباري او لازم تضع كود احالة تسجل من خلاله. دايما يا جماعة في النقطة ديت انا بحاول ان انا انبه ليها اكتر من مرة، لان ناس كتير بتقول احنا بنشترك في اير دروبات كتير ومش بنستفيد ومش بيوصل من لنا يعني من الاير دروبات دي حاجة، بالرغم ان احنا كان في حسابنا يعني قيمة او عملات احنا كسبنا. يا جماعة النقطة واضحة، طالما مطلوب منك كود احالة في عملية التسجيل يبقى لازم تسجل من خلال رابط احالة بالفعل سجل على الموقع، سواء انا او غيري. يعني انا مش بجبرك انك تسجل من خلالي، والله حابب تسجل من خلالي اكيد انت مشكور وليك كل التقدير والاحترام. تسجل من خلال شخص اخر اكيد احنا يعني الفكرة كلها ان احنا بنتمنى الخير والافادة للجميع، تمام؟ بس طالما بيطلب منك كود احالة لازم تسجل من خلال رابط احالة في الاير دروب علشان توصل لك العملات على حسابك، ويوم السحب تقدر تستفيد وتسحب العملات زي ما الحمد لله في اير دروب سابق من كام يوم قدرنا نسحب، والناس اللي سجلت من خلالي سحبت بفضل الله والكل استفاد، تمام؟ طيب يبقى انت هنا كود احالة يبقى لازم تسجل من خلال رابط احالة، انا سجلت من خلال الشخص اللي سجلت من خلاله، سبت كود الاحالة زي ما هو، هيظهر لك كود احالة بالشكل ده. هنا بتحدد المدينة او الدولة اللي انت موجود فيها، وهنا بتضع علامة صح، وهنا بتضغط على ريجستر. بدون تفعيل من الايميل او اي شيء بتلاقي نفسك اتوجهت مباشرة لواجهة الموقع، وبكون قدامك بالشكل ده، وبالفعل تم اضافة 30 قطعة من العملة لحسابك. العملة اختصارها BING يعني على اسم المنصة كوين بينج، تمام؟ بيضاف لحسابك هنا 30 قطعة، تمام؟ هما كانوا 50 قطعة لعملية التسجيل من فترة بسيطة، الموقع تقريبا خفض القيمة ل 30. هنا لينك الإحالة الخاص بيك لو حابب انك تروج للموقع وتستفيد زي ما الموقع بيقولك ان ممكن يكون في مكافأة لروابط الإحالة اللي ممكن تسجل من خلالك. بتاخد الرابط كده كوبي وبتبدأ تخلي الناس تسجل من خلال رابط الإحالة الخاص بيك، وبننتظر لحد 14 نوفمبر لما توصل العملة للقيمة اللي حددتها الموقع، ولما يشتغل الموقع أو المنصة ونبدأ بالفعل إن احنا نستفيد من الموقع بالمجان.
أتمنى إن الكل يستفيد، وما تنساش دعم القناة بعمل سبسكرايب واللايك ومتابعة لينا كمان على جروب تربو إيجي للربح المجاني من الإنترنت والعملات الرقمية على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.